اسمها الحقيقي هو كاملة محمد كامل شاكر، وولدت في 23 مارس 1916 لأب دبلوماسي ومن كبار موظفي وزارة الخارجية المصرية. وكان أحد 3 مصريين فقط يعملون في الخارجية، حيث كان معظم دبلوماسيها وموظفيها من الأجانب، أما الأم فهي من عائلة تركية عريقة. عائلة راتب في شبابها، كانت من الجميلات. وكاملة هي ابنتها الوحيدة ولها 3 شقيقات أخريات من أبيها من زوجة أخرى. تلقت دراستها في مدرسة التوفيقية القبطية بالقاهرة، وفي المدرسة ظهرت مواهبها الفنية التي بدأتها بالغناء، وكانت تتميز بحلاوة الصوت كما برعت في التمثيل. كانت مطربة كمان. اشتهرت في بدايتها بصوتها الجميل، فغنت في فرق علي الكسار وعزيز عيد الغنائية المسرحية، واشتهرت بإعادة أغنيات بديعة مصبني. عندما علم والدها بالأمر غضب بشدة لدرجة أنه أصيب بالشلل، لكن عمتها أخفت سبب مرضه عن العائلة حتى لا يصبون غضبهم على عائلة راتب. دي صور ليها من اللقطات والأفلام. لم تتزوج طوال حياتها إلا مرة واحدة، وكانت من الفنان المطرب والممثل حامد مرسي، وكانت الزوجة 9 لهذا الرجل. بلبل مصر، مطرب وممثل حامد مرسي الذي عرف كأشهر دون جوان على ساحة الفن والمجتمع المصري في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات، وكان معبود العذارى والمراهقات، وهدفا دائما لمطاردة الحسنوات أينما ذهب وحل، ولم يكن ينافسه في ذلك إلا الموسيقار محمد عبد الوهاب، لكن عرف عن حامد مرسي كثرة زيجاته. وكما ذكرنا كانت عقيلة الزوجة رقم 9 لهذا الدون جوان أو معبود النساء كما كانوا يلقبونه. قالت ابنتها أميمة أنه رغم أن حياتها مع مرسي اتسمت بالاستقرار، يعني إلى راتب ابنتها أميمة الله يرحمهم، إلا أنه كان منطلقا ومندفعا في بداية حياتهما معا، على عكس شخصية عائلة راتب التحفظية، فعرضت عليه عائلة راتب الانفصال في هدوء فوافق، وتم الطلاق بينهما بعد علاقة زواج دامت 25 سنة، لكنهما ظل على علاقة أكثر من جيدة. عائلة راتب في شباب. قدمت عائلة راتب ما يتخطى حاجز 100 عمل فني، تصنفهم ابنتها إلى 56 عمل سينمائي وما يصل إلى 200 مسرحية. فنانة قديرة. ودي صور نادرة ليها. أطول أعمالها على الإطلاق كان دورها في مسلسل التلفزيوني عادات وتقاليد الذي أدت خلاله دور حفيظة هانم، ووصل عدد حلقاته ل 338 حلقة أسبوعية. رغم احترافها الفن والتمثيل وأدائها عشرات الأدوار قبل وأثناء المشاركة في مسلسل عادات وتقاليد، فإن ابنتها أميمة تذكر أن تصوير حلقات المسلسل كان يفرض على منزلها أجواء من الترقب والقلق الذي لم يبارح الفنانة القديرة حتى في سنوات تألقها، خاصة مع جلسات عقيلة المطولة لحفظ نصها والتدرب على تقديمه. على مدار مشوارها أطلق البعض على عائلة راتب لقب معونة الشتاء لشهرتها بأعمال خيرية منتظمة، وصل بعضها لحد تخصيص رواتب شهرية للأسر المتعسرة ماديا. رغم شهرتها لم تكن عائلة راتب محبة للأنشطة الاجتماعية وحضور الحفلات ذات الطابع الصاخب والتي تضم المشاهير والفنانين، الأمر الذي كان ليخفض من شعبيتها. في نهاية مشوارها الفني وأثناء أدائها لبعض من اللقطات الأخيرة من فيلم المنحوس، باغت فقدان البصر عائلة راتب، الأمر الذي أدى لإكمالها اللقطات اللازمة بتوجيهات دقيقة ومباشرة من مخرج العمل بحسب ابنتها أميمة، غير أن ذلك لم يؤثر على حسن إدارة عائلة المنزلة وسلوكها كأم حنون وحازمة
في آن واحد. رحلت الفنانة إلى راتب عن عالمنا في فبراير من عام 1999، الله يرحمها، كانت ممثلة جميلة وأدوارها الناس كلها فاكراها. أنا مع أنور السادات. أنا مع عماد حمدي. أحمد حمدي. صور نادرة ليها. بدأ شغف الفنانة القديرة بالفن والتمثيل في سن مبكر، وتحديدا مع نهاية عامها الدراسي الأول في مدرسة التوفيقية القبطية الابتدائية، حيث أعجبت بأداء زملائها لعرض المسرحية في الحفل الختامي للعام الدراسي، وودت الالتحاق بفريق التمثيل رغم حداثة سنها. في عامها المدرسي الثاني تلقت راتب أواب الغضب، تطور إلى علقة من والدها إثر طلبها توقيعه على استمارة موافقة ولي الأمر على الالتحاق بفريق التمثيل المدرسي، إلا أن العاقبة المؤلمة لمحاولة ممارستها لهوايتها لم تثنيها عن اتخاذ خطواتها الطفولية الأولى في عالم الفن، حيث دأبت على متابعة بروفات فريق التمثيل بل وحفظها وكأنها عضو أساسي في الفرقة. وإثر تغيب بطلة فرقة المدرسة عن أحد العروض، طلب زكي عكاشة الممثل المسرحي من هاوية التمثيل الصغيرة آنذاك الانضمام لفرقته بعد أن لفتت نظره بأداء مميز، إلا أن محاولة الدخول لعالم الفن قوبلت برد فعل عنيف من والدها مرة أخرى، وتطور الصراع فيما بين عاقلة راتب وأبيها على خلفية رغبتها في احتراف التمثيل لانتقالها للمعيشة بمنزل عمتها فاطمة التي شجعتها على الانضمام بالفرقة سرا وممارسة التدريبات دون أن يدري أحد. وتحررت عقيلة في النهاية من القيود المعرقلة لطريقها الفني بصلح ودي مع والدها بعد أن شاهد أدائها لأول مرة على خشبة المسرح وأعجب به. بفيلم اليد السوداء أول أعمالها السينمائية على الإطلاق، قامت عقيلة راتب عام 36 بأداء دور البطولة أمام زوجها الممثل حامد مرسي، والذي دفعها في بداية مشوارها للانضمام لفرقة علي القصار، حيث قدمت العديد من الأعمال المسرحية الاستعراضية الناجحة والتي مهدت خطاها للشاشة الفضية. رحلت عن عالمنا عام سبتمبر 2018 هميمة حامد مرسي، ابنة الفنانة عائلة راتب، والتي كانت عضوا نشطا بجمعية أبناء فناني مصر. ديت هميمة والصورة اللي فوق ديت الفنانة القديرة عائلة راتب، الابنة الحاملة لأسرار نجمان من علامات الزمن الجميل، أولهما النجمة الراحلة عائلة راتب، والتاني المطرب حامد مرسي صاحب رائعة زوروني كل سنة مرة. في السطور التالية يرصد مصراوي 7 معلومات عنها. اسمها أميمة حامد مرسي، وتخرجت في كلية الآداب جامعة عين شمس. هي الابنة الوحيدة للمطرب حامد مرسي والنجمة الراحلة كاملة محمد شاكر الشهيرة باسم عائلة راتب. عائلة راتب وابنتها أميمة في شبه كبير منه. هي كانت أحد الأعضاء النشطين بجمعية أبناء فناني مصر. والدها صاحب أغنية زوروني كل سنة مرة، حفظ القرآن ولقبه الجمهور ببلبل مصر الوحيد. أصرت على مرافقة والدتها الفنانة عقيلة راتب بمنزلها وسط البلد إلى أن رحلت عن عالمنا. أصيلة. لم تشارك أميمة حامد مرسي في أي عمل فني، ولكن ابنتها جيني تشبعت بحب الفن وشاركت في عدة عروض مسرحية. عائلة فنية طلع لجدتها. ابتعدت عن والدها المطرب حامد مرسي بعد أن طلق والدتها الفنانة عائلة راتب لمدة عامين،
إلى أن عادت للتواصل معه قبل رحيله. هنشوف بقى الفنانة عائلة راتب مشوار حياتها، وهتعرفوا أسرار غريبة عنها.